هو أول عيد يقضيه فيليب وعائلته بعيدا عن الوطن السوري. واقع صعب زاد مرارته مرض مباغت، فطفله الصغير مصاب بمرض نادر، وأبنائه الآخرون ضاقت بهم مقاعد الدراسة. ما زينت البيت، فبيحسوا أنه بابا ليش ما بتجيب لنا شجرة؟ ليش ما بتزين البيت؟ بدهم نشتري لهم ثياب للعيد، كون هيك متعودين يعني. بالإضافة دائما بيطلبوا، دائما بيسألوا أنه بدنا نروح لسوريا، كيف بدي أجي أعيد والوطن رايح؟ كيف بدي أعيد في كل بيت شهيد، في كل بيت في قتيل، في دمار؟ يعني صعب صعب. أنا أفرح وجاري حزين على ابنه. أبو فيليب يشتاق إلى جيرانه ورفاق الدرب في القامشلي، وإلى سوريا التي ترك فيها ذكريات عيد لن يتكرر في هذه الظروف. كل سنة مثل هالأيام بالعيد كنت أحضر حالي أني بدي أستقبل ناس، مو واحد واثنين وعشرة ومية، بالمئات. وأنا صادق، الناس اللي بدهم يزوروني بهالعيد ما يشكل بالمية واحد أو اثنين. أولاد فيليب ينامون كل ليلة على وسائد محشوة بأحلام العودة، يفتقدون إلى تقاليد العيد في سوريا وإلى أصدقاء مقاعد الدراسة. ما بنقدر نحل الشجرة لأنه عنا وضع مو كويس، وخطف المطرانين، خطف الرهبات. أنا أتمنى أنه بابا نويل يجيب لي سيارة ونرجع لسوريا ونعيد أهلنا وأصدقائنا وأصحابنا. كيف لأطفال النزوح أن يحرسوا أحلامهم؟ وشبح التشرد ماثل يخنق فرحة العيد، ويحمل ضمائرهم الصغيرة ذنب التفكير بالهدايا والثياب الجديدة. رينا دويهي، العربية، بيروت.